معانا طبعا رئيس النادي الاسماعيلي المهندس يحيى الكومي. يا يحيى بيه، مساء الانوار والف مبروك. مساء الانوار يا كابتن، وشك حلو علينا والله يا كابتن. يعني اعتقد اول يوم النهارده هتنام فيه مستريح. الحمد لله، مش ربنا كده؟ يكرمنا يا رب. وفعلا الواحد مرتاح الحمد لله. طبعا ما شاء الله، انت يعني انت النهارده رحت للمركز، رحت المركز التاسع. التاسع الحمد لله الحمد لله. يعني بعد خلي بالك الاخير ايوه منافسه كابتن، يعني طلوع كده سلم جامد جدا في فتره قصيره جدا الحمد لله. هو الميزه في مجلس الاداره وطبعا برئاسه حضرتك ان انتوا ايقنتوا بدري بعض الامور وغيرتوا في السيستم كله. جبتوا كابتن حمزه الجمل، مشيتوا المجموعه اللي كانت جايه مع العفش دي، وبدات الفرقه تقف على حيلها وادت الاداء العظيم ده الحقيقه. الحقيقه البركه فيكم، والاعلام برضه هو كان بيساندنا بصراحه، والزخم بتاع الجماهير، وهي المنظومه كلها نجحت. اللعيبه، الاسماعيلي، الجهاز الفني، الاداره، الجماهير، حتى الاداريين والعاملين في النادي، طبعا الاعلام، كل ده منظومه انا ساعدت في نجاح النادي الاسماعيلي، ونشكرهم جميعا يعني. لا، ما هو كل من هو خارج النادي الاسماعيلي مؤكد عاشق للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي طول عمره من الفرق اللي ما تقدرش ما تحبهاش، ما ينفعش. ده حقيقه. تلاقي كده في زخم مع الكره المصريه، تلاقي الكره بقت ريتش، بقت كره حلوه، بقى دوري حلو، انت عارف وجود أوي. الاسماعيلي ويلعب وينافس ويكسب كده حلو يعني. وعندكم جمهور عظيم. الحقيقه صحيح، ده كلام حلو ومحترم، مفيش كلام. أوي أوي أوي. عندنا اعلام جميل زي حضرتك يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي، الله الله يخليك. يا كابتن. جددتوا لكابتن حمزة جمل ولا لسه؟ ان شاء الله بعد نهايه الموسم بعد طبعا، نهاية احنا الموسم. مفيش كلام، هو هيستمر معانا وان شاء الله خير. احنا طبعا الاسماعيلي كله المنظومه زي ما بقول لك لها فضل كبير على النجاح ده، فبنشكر الجميع يعني. الحمد على لله. راسهم طبعا حمزه الجمل وحسني عبد ربه طبعا وسيد وحسني معوض، طبعا. محمد حمص، قصدي محمد حمص، احمد يعني قناوي، وسيد توفيق، وايمن كمال، كل الجهاز الفني يعني. الحقيقة عملوا مجهود عظيم عظيم عظيم، ونقلوا حاجة تانية. سمعنا ان انت اتعاقدت مع مهاجم افريقي اسمه عبد القادر، ده المعلومة دي صحيحة؟ عبد القادر كلوبالي، هو ده يعتبر هداف الدوري او ثاني هداف بعد كريم كونتي بتاع الكوار اللي هو منتخب ساحل العاج. كوت وهو ديفوار. بيلعب في منتخب ساحل العاج، وهو مسجل اخر هدفين في موضوع في ماتش توجو مع ساحل العاج اوكي. في كاس الافريقيه يعني الامم الافريقيه. ده تم التعاقد معاه بالفعل. تم التعاقد النهارده يعني قبل المباراه على طول الساعه 6 كنا موقعين عقد الحمد لله لمده 4 سنوات. اربع. مبروك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. الله يبارك. حضرتك قلت لي تليفونين، حابب تقول حاجه، اتفضل تحت امرك. والله هو بص يعني طبعا المنظومه بتاعت الاسماعيلي زي ما انت شايف منظومه جميله، لكن احب اقول ان احنا عندنا مديونيه. نعم. نتيجه القضايا اللي احنا توارثناها من مجلس السابق، على راسها موضوع الطويله 30 مليون، اسعد الجزيري 10 مليون، عندنا شلونجو تقريبا 3 مليون. بس شلونجو ده كان في وقتكم انتوا ايه حبيه؟ لا بس شلونجو ايوه في وقتنا في الاخر، لان هم قدموا لهم. هو اللي بيحصل ايه؟ لا بيقدم الناس اللي هي بتبقى عارفه المحامي بتاعه شاطر، بيبعت انذار رقم واحد بالمطالبه بفلوس، ثم انت ما تردش عليه يبعت لك مطالبه رقم اثنين. اوكي. فانا مطالبات الثلاثه وصلوا قبل ما نيجي. ايوه بالظبط بالظبط، انت واخد بالك. فطيب ما حدش رد عليه وما حدش دفع له حاجه. احنا جينا قلنا له تعالى خد فلوسك، وعرضنا عليه قال لك لا مش عايز اخد الفلوس، هربان. طب اعمل ايه؟ يعني انت واخد بال سيادتك. تمام اتفضل. ايوه شلونجو ايوه مشي بعدين بشهر، يعني بشهر 11 بالظبط. طيب احنا استلمنا في 1/11. ايوه بالظبط استلمنا في 1/11، هو مشي بعدها ما فيش يعني شهر. طبعا صحيح. اتفضل كمل يا حبيبي اتفضل. وبعدين عندك فخر الدين بن يوسف برضه 50,000 او 42,000 دولار. فالمشاكل كبيره تقريبا تصل المدينه 60 مليون دولار، 60 مليون جنيه سوري. ف 60 مليون جنيه غير المدينات الاخرى، غير احتياجات النادي، غير احتياجات اللعيبه. اللعيبه بس عايزه محتاجه 25%، 18 مليون النهارده. وانا مسكتهم كده بشيكات. طب ما عندناش فلوس.
احنا بنطالب الناس كلها تتعاون معانا، وبنطالب وزير الشباب والرياضه، انا ده الرساله اللي بوجهها السيد معالي الوزير، مش هتقف مع النادي الاسماعيلي هيقع النادي الاسماعيلي تاني. يا فندم احنا عايزين مساعده، بتكلم بجد. نعم. ده نادي يستحق هذه المساعده. انت بتدخل الزمالك لما كان في محنته، ان النهارده موقفين من القيد. انتم موقفين من القيد. لفتره واحده ولا اكتر يا يحيى بيه؟ ثلاث فترات. ثلاث فترات قيد، يعني سنه ونص. امال الراجل اللي انت مضيته امبارح ده النهارده ايه؟ ما هو انا بقى معتمد ان انا ان شاء الله نقدر نستطيع نرفع القيد. اوكي. نرفع القيد ان احنا ندفع على الاقل 10 مليون او ال 15 مليون اللي هو بتوع اسعد الجزيري والناس الثانيه. نعم. اما موضوع الطويله ده ممكن يستنى، لان هناك احنا نفذنا عقوبه وفي محكمه بيننا وبينه، لسه موضوع طويل. لسه يعني. في وقت. يعني حضرتك بتطالب بالدعم، انا بطالب بالدعم من خلال سيادتك، وارجوك تدعمنا في هذا كمان. امتى؟ طبعا احنا عايزين دعم سيادتك والله، والمنظومه الاعلاميه تدعمنا. طبعا احنا عايزين دعم الناس كلها. انا النهارده كنت مع رئيس برزنتيشن، ما مش قادر يوفر لي كل الفلوس اللي انا عايزها. ايوه. طب اعمل ايه؟ اروح لمين؟ قول لي. انا رجاء، ده الكلام اللي انا عايز اوجهه من خلال حضرتك وبرنامج الكبير. ان احنا الناس، انا عايز الوزير يقف جنبنا، ويا معالي الوزير ارجو تقف مع النادي الاسماعيلي برجوك. البديل هيبقى صعب، البديل هيبقى صعب جدا. هيبقى ان احنا كلنا لازم نمشي، المجلس ده هيمشي مش فاضل بعد ما ربنا كرمنا. انا هقول مع السلامه، شكرا يا جماعه، خلي حد يكمل بقى. ايوه. انا مش هقدر اكمل. فانا من خلال سيادتك بقول لسيادتك رجاء الدعم الدوله للنادي الاسماعيلي عشان يقدر يخش القيد، ما يوقفش القيد علينا. ايوه طبعا، ايوه طبعا، انا بتفق مع حضرتك طبعا 100%، وان شاء الله يعني عبر حوارك وان شاء الله تعقبنا ايضا يكون في نتيجه ايجابيه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. متفق. ومره ثانيه الف مبروك البقاء في الدوري ومركز تاسع. الكاس انت هتلعب ماتش الكاس اللي جاي يحيى بيه؟ طبعا ربنا ييسر ان شاء الله، وييسر ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. الله يخليك. اشكرك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك.